يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الساحر وبين من يطلب السحر من الساحر؟ لا فرق، لأنه إذا طلبه منه رضي به وأقره، رضي به وأقره، فحكمه حكم الساحر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من سحر أو سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكهن أو تكهن له. نعم.